بأن الثورة هي الطريقة الأفضل الطريقة الأفضل. هذا كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى احتضان وتنظيم مثل هذه الفعاليات. أما بعد بتسكين الميم وفتح السين وتشديد اللام هنا بكم في حفل ختام تدريب أساسيات المناظرة مسلطة. هذا تدريب تم بمشاركة 22 متدرب ومتدربة بمعدل 24 ساعة تدريبية حيث استمر لأربعة أيام. أيضا في هذا التدريب قام المتدربون بالتدرب على منهجيات البرلمان البريطاني وكارل بوبر وميز الممدد، وأيضا قام المتدربون بالتعرف على كيفية العمل في فريق والتفكير النقدي والمناظرة بأنواعها وأساسياتها وفوائدها. أيضا اليوم هنا كان التدريب بالشراكة أو بالتعاون مع المكتب الهيئة العامة للثقافة مسلاتة وبرعاية عدة جهات من مدينة مسلاتة، مشكورين. نحن من دواعي سرورنا أن نشارك اليوم باسم الهيئة العامة للثقافة من دائرة الانتقال السياسي للسلطة حياة قرقة. دليل على ذلك ثورة الشعبية كان لها أكثر امتياز وفق معايير تضمن الإصلاح. هذا المجلس يؤمن بأن الثورة هي الحل الأمثل لل رصد تصويتكم نعير انتباه. طبعا هذه الدورة التي أقامها نادي بازيليكا للحوار والمناظرات في مدينة مسلاتة لمدة 4 أيام استفدنا منها استفادة كبيرة من ناحية معرفة أنواع المناظرات، معرفة المباني الخاصة بالمناظرات. أيضا كانت هناك مجموعة من التدريبات التفاعلية التي ساهمت في شرح وتبسيط عملية المناظرات، وإن شاء الله نسعى في كشباب مدينة مسلاتة أن نأسس نادي خاص بالمدينة ليقوم يعني بالحوار ويقوم بالمناظرات داخل القطاعات في داخل المدينة. بأننا لن نتوانى في تقديم يد العون والمساعدة. هو حوار متبادل بين جماعتين من المتحدثين يمثل اتجاهين مختلفين. تكون المشروعات والأنشطة السيد محمد عبد الرزاق الجزيري، كما أن مسلات التي احتضنت تأسيس الجمهورية الطرابلسية. بازيليكا أو بازيليكا